تفضل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله يوم أمس بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وقد تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته. سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. خذ قوة الواجب الخاصة 2 جاهزة للتفتيش سيدي. وتفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطفى لتحية جلالته. استأذن جلالتكم لبدء العرض سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، إن تشريفكم للحرس الملكي يا صاحب الجلالة في هذا اليوم المبارك، وكما عهدناه من جلالتكم في زيارتكم لقواتكم الباسلة في مواقعها العسكرية وتفقدكم ميدانياً لكافة القطاعات والوحدات والأسلحة والوقوف على جاهزيتها تنظيماً وتسليحاً وتدريباً وتلبية كافة احتياجاتها القتالية والإدارية، لهو مبعث فخر واعتزاز من كافة منسوبي قواتكم المسلحة الأبية. سيدي صاحب الجلالة، إن أبنائك ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع يستلهمون ويستمدون القوة والهمة والعزيمة والإصرار والثبات من قيادتكم الرشيدة والحكيمة في كل ما يناط ويوكل إليهم من واجبات ومهام قتالية، واضعين نصب أعينهم إطاعة الله عز وجل وخدمة وطنهم وجلالتكم حفظكم الله. سيدي صاحب الجلالة، بفضل توجيهاتكم الحكيمة بالوقوف مع الأشقاء بالدفاع عن أوطاننا ضمن قوات التحالف العربي ولنصرة ديننا الحنيف ضد قوة الشر والطغيان والتطرف، فإن قواتنا المتواجدة في محافظة مأرب ومحافظة عدن على أراضي اليمن الشقيق قدمت ولا زالت تقدم وبكل شجاعة وبسالة ووفاء وإقدام ما يدعم حكومتها الشرعية المنتخبة وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، كذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم في إطار عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، حيث قام الرئيس اليمني بتقديم الشكر والامتنان لقيادتكم الرشيدة ولقواتنا في الميدان ومنحهم الأوسمة التقديرية على مواقفهم البطولية. سيدي قائدنا الأعلى، لقد كان لتوجيهاتكم السديدة في إدخال ذكرى يوم الشهيد في 17 من شهر ديسمبر من كل عام ضمن احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد أبلغ الأثر في نفوس جنودك الأوفياء والمواطنين المخلصين، مستذكرين بهذه المناسبة في كل عام شهدائنا الأبرار حين قدموا دماءهم الزكية دفاعاً عن دينهم ووطنهم، وها هم جنودك الأوفياء معاهدين الله ثم جلالتكم بأن يسيروا على درب من سبقوهم في سبيل رفعة الدين والذود عن الوطن. وفي الختام، سنبقى سيدي بالمستوى الذي تأملونه بأبنائكم، وكما عاهدتمونا ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على دعمه ومساندته، وصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الدعم المتواصل واللامحدود. أدامكم الله سيدي للبحرين وللأمة العربية والإسلامية، وحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر يا قلم واكتب قصيدي على آق، دام الفرص مرة قبل نشفة الريق، خلى الحبر يرعف على بيض الأوراق، انزف وانا بسبك جزيل الطواريق، خلى الحبر يرعف على بيض الأوراق، انزف وانا بسبك جزيل الطواريق، وان كان ما غنيت لا لاح براق، ماني بشوق المترفات الغرانيق هذا، ويهنالك من الكيف ما لاق، والنعم بالاثنين عاشق وعشيق، واللي يساوي كنوز مصر والعراق ولا يساوي ماس روما والغريق، شوفت ملكنا معزكيين الأعراق، إخوان نجلة متعبين الملاحيق، ما فاقت عداهم ولا خاطر انضاق، وحصيلهم بالسيف روس المطاليق.
شوفت ملكنا معزكيين العراق اخوان نجلة متعبين الملاحيق، ما فاقت عداهم ولا خاطر ضاق، وحصيلهم بالسيف روس المطاليق، بطش الهنادي كانه البرق شعاق، وتشهد على ما قلت انا هامة اطويق وسلام يا واحد له القاف يشتاق. زيزوم شوباش الرجال المطاليق، حمد لي رد البرا وثار تفاق، والمدح في غيره مذمه وتلفيق، زحل الملوك اللي للمجاد عشاق، زحل الملوك اللي للمجاد عشاق، لا جيت في هروجه فلا تونس الضيق، قدر كبير وجاه والعز ما راق، يا هونها عنده لينساق ما سيق، له فزعة يشبع بها الذيب ما ضاق، من هرتوت بقعة وبنات وبقيق ودخيلهم يمسي، وله نثني الساق حقه عليهم كالعهود، المواثيق خويهم له منزل وسط الأعماق، ويبشر بنا لين الضعن للضعن سيق، والضيف له حق كما شمس الاشراق، يقلط على الماجوب فوق الشواهيق، في لازمه نفعل ونكرم وننساق، له كلنا نشدي غروس مدانيق، يا ستر مهيوف الحشا ساس العراق، ويا شوق عين الريم معسولة الريق، ويا مرحبا ترحيبة ما بها انفاق، ترحيبة تسطي بوسط المعاليق، وسلام من جيش كما الرمح زراق، بقولها يوم المراجل توافيك، جند الحرس وافين لا ثار تفاق، نوماس راسي ذي الرجال المطاليق، ويا بلادنا أمنك بتفداها العناق، سور الوطن محمي وخضر الزماليق، ويا عزتي للي نوانا بمسباق، يوم الملافق لفقوها الملافيق، متوهمين والرياس اما الأحداق، يالله تكفينا من الشر ما ويق، خبل يحسب النعم تشراب الأسواق، لا ذايق نهمه ولا ذاق به طيب ولا ذاق به ضيق، والمدورين الحب وفراق عشاق، هماج ما وما فلو فاق توفيق، وقبل الختم بدعي ليلتم الأشفاق، ودر المعاني مخلده في الصناديق، يالله يا خالق ويا مرسل الناق، ارضاك عنا لا بعثت المخاليق، عساننا لتفت الساق بالساق، انك تثبتنا على حق يليق، يوم السوال ويوم نشفات الارياق، عسى الكتاب في ايماننا كالمواثيق، وفي جنتك تسقيننا كاس دهاق، وكواعب النتراب وثمار مدانيق، امين يا وهاب ويا خير رزاق، يالله عسانا من عذابك معاتيق، وصلاة ربي ما بدا الصبح بشراق، على النبي طه شفيع المخاليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن سيدي نستأذن جلالتكم، ثم تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد واجب العمليات الخاصة من الحرس الملكي، تقديرا لهم على قيامهم بواجباتهم السامية على أكمل وجه وما يوكل لهم من مهام وطنية مشرفة، مشيدا جلالته رعاه الله بمواصلة الرجال الشجعان من الحرس الملكي لأداء المهام الموكلة لهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم من رجال أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين البواسل ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، دفاعا عن الحق والشرعية واستنادا على قرارات الأمم المتحدة لكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز، ولحماية سيادة دولنا وأمن أوطاننا وأمتنا، إضافة لجهودهم النبيلة في عمليات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، متمنيا جلالة الملك المفدى يده الله لجميع ضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين دوام التوفيق، مضيفا جلالته أنهم موضع التقدير والفخر من جميع أهل البحرين، وأن ما يقومون به هو نبراس لأجيالنا القادمة، حيث جسدوا أسمى معاني الوطنية الحقة بأجمل صورها، مؤكدا جلالته أن الأمم ترقى وتعلو بجهود وبتضحيات رجالها المخلصين. يستلم وسام الواجب العسكري.
نقيب محمد ماجد صياح النعيمي قائد مجموعة الأمن والحماية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر الأمن والحماية. نقيب محمد عبد الرحمن المريخي قائد سرية العمليات الخاصة يستلم وسام الواجب العسكري بالإنابة عن عناصر قيادة السرية. نقيب أحمد سلطان السعود ركن إدارة قوة الواجب رقم 2 يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر الإدارة. نقيب عبد الله محمد السادة قائد مجموعة العمليات الخاصة الأولى يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة. ملازم أول حمد عيد الرويعي قائد فصيل القوات الخاصة الملكية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر فصيل القوة الخاصة الملكية. ملازم أول فيصل علي المنصوري قائد مجموعة العمليات الخاصة الثانية يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر المجموعة. ملازم أول سعود عبد العزيز زياني قائد مجموعة اتصالات يستلم وسام الواجب العسكري. ملازم أول فارس عيسى الدوسري قائد مجموعة القناصين يستلم وسام الواجب العسكري. وكيل أول عيسى محمد يوسف الرويعي يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر الصيانة الفنية الملكية. وكيل أول طارق عبد الصمد موسى يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر هندسة الميدان الملكية. وكيل نايف محمد عبد الله أبو هلول يستلم وسام الواجب العسكري ويستلم بالإنابة عن عناصر وحدة الاتصالات الملكية. سيدي ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقدم لجلالتكم خالص الشكر والامتنان
على اهتمامكم ورعايتكم الدائمة من لدن جلالتكم لأبنائكم وجندكم المخلصين لكم. داير! يعيش جلالة الملك المفدى! يعيش! يعيش جلالة الملك المفدى! يعيش! يعيش جلالة الملك المفدى! يعيش!